أنا وبابا وماما عيلة سعيدة. استنوا، أنت مين؟ لا، بابا. مفيش بابا تاني. لا، عيد الأب خلاص راح، دلوقتي بقى عيد زوج الأم. لكن عيلتي، ماما بتحب بابا. لا. أيوة. لا، مش بتحبه. يا شباب، أرجوكم اعملوا لايك عشان أرجع قلب ماما من إيد زوج الأم. أوه أيوة، شكرا يا شباب. أوبس، اتقطع. إزاي تتجرأ؟ هاي حبيبتي، اهدي. وقفي ده خالص، ما ينفعش تضربي أهلك بالعصاية، دي مش لعبة. بس ده لعبة. أوه شكرا يا ماما، بنت شاطرة. أنا لسه ما خلصتش. إيه؟ لا، كفاية. هاتي ده، كفاية، أنا أقوى منك يا ضعيفة. ألترا ساوند، طبلة ودني. حبيبتي، إيه اللي حصل لها؟ مش عارف. مين بوظ لعبتها الجديدة؟ يا شباب، ساعدوني أفهم اللي حصل، بنتي اللي بوظت اللعبة ولا زوج مامتها؟ قولولي في التعليقات. أوكي، 100 دولار عشان تسكتي، تمام؟ تمام. أنا مش بحبك. هو بيرشي بنتي، ده مش أمين. أوه، إيه ده؟ ما تبصش. أوتش، ده كان قاسي. أنا عندي خطة، ممكن أطلب؟ أنا عايز دونت ومارشميلو ليا. حاضر، ليها واحدة. واو، ايه الزحمة دي؟ استني هنا، أنا عندي فكرة. أوكي. موظف السنة. هاي يا جماعة، دونات مجانية. واو، أنا عايزة دونات مجانية. ييو، دول ستايروفوم، دي مش دونات حقيقية، نصاب. ايه اللي بيحصل هنا؟ أو شفتي وشوشهم؟ فاشلين. هاي فايف يا بنت. أهي المنيو، اطلبي أي حاجة تحبيها. أنا عايزة دي وكل دول. طيب، هاي أنت، دونت واحدة. طبعا، اتفضلوا. ما تلمسهاش، دي بتاعتي. طيب وأنا؟ واحدة دونت كمان لو سمحت. هو وقح، دي كمان ليا، أنا بحب الدونتس. حظك وحش يا بنت. ده بابا. ما تقلقيش يا حبيبتي، الوضع تحت السيطرة، كان 2 دلوقتي 200. ها؟ بكام؟ 200 دولار عشان 2 دونتس؟ بس أنا معايا 100 بس، والمية بتاعتك. أوكي، أهو 200. آسف يا فندم، بس دي مش فلوس حقيقية. إيه؟ طيب، خد الكارت بتاعي. إيه؟ ليه مش شغال؟ أكيد المكنة بايظة. حاجة مؤسفة، أعمل إيه؟ لازم تشتغل عشان تدفع تمن الدونتس بتاعتك. حلوة يا بابا. بون أبيتيه. أنا بكره التنظيف، أنا بكره التراب. خلاص كده، أنا خلصت. هاي أنتوا الاتنين، ممكن نتكلم؟ أو لأ، مش هقدر أشوف. يايكس، أنا اكتفيت، أنا مستقيل. حبيبتي، أنا كويس، تحبي نروح نشوف فيلم؟ ياي بابا. هحصلكم بعدين، شغل جديد، حياة جديدة. أهلا. هاي، إحنا اتقابلنا قبل كده؟ لأ. طيب، عايزين دونتس؟ لا شكرا، هناخد بوب كورن بس. انتوا الخسرانين. انا بحب الدونتس. هلو. هاي فايف يا حبيبتي، هناخد بوب كورن بحجم اكس لارج لو سمحت. ياي، دول كفايه. ايوه، اهو حجم البوب كورن اللي تقدر تشتريه، اكس اكس اكس. اسف يا حبيبتي. مش مشكله، ده كفايه. ايه؟
بحبك يا بابا. لعنة البوب. أوه، عندي فكرة. أهي تذكرتي. أهلا. أيوة، التذكرة دي نفعة. استمتع بالعرض. كلميني. ها. أوه، هبتدي شغل. أهلا، دول تذكرنا. خلينا نشوف. البنت ممكن تدخل، أما أنت فلأ. ليه؟ عشان أنت طويل قوي، وده عرض خاص للأشخاص القصيرين. أنا ممكن أعصر. شايف؟ دلوقتي ممكن أدخل. لا، مش ممكن تخدعني. أرقص؟ أوه، عندي فكرة. أنا بتحداك في تحدي الرقص. إيه؟ تحدي رقص. أنا وأنت دلوقتي. أوكي. إيه؟ خلي المعركة تبتدي. فيهو، ده أصعب مما توقعت. البقعة السوداء أفضل بكتير. أنت هتخسر يا سنوفليك. شكراً جداً. أنت كسبت يا بقعة سوداء. أوه أيوة، أنا في تألقي. دلوقتي رقصة الشفقة للخسران. ساعدوني. هو ده كان إيه؟ أعتقد إني فهمت إيه اللي بيحصل هنا. اطلع برا السينما بتاعتي. وإنتي كمان يا أنسة. آسف. خلاص كده، أنا هستقيل. أنت، أنت بوظت فيلمنا. دي بنتي أنا، هي هتيجي معايا. ده بيوجع. سيبها، أنت سيبها، هي بتاعتي. مامي ساعديني. لا بنتي، سيبها، النهاردة يومي أنا معاها. مامي. حبيبي سيب بنتي تروح مع باباها، هو عنده حق. طبعا يا حبيبتي، بنتي. زوج الأم الغبي، أنت خسرت. أنا براقبك. أوه، أنا زوج أم شرير قوي. امشي من هنا. أوه، أنا عندي فكرة أفضل. جيم أوفر يا بابا. بصي على بيت العرس بتاعي، عجبك؟ واو، شكرا يا بابا. مش معقول، أنا هدمر البيت ده. أوه أوه. بابا بيتي. أوبس. أنت ضربتني؟ طبعا لا، بس أنا عارف إزاي أصلحه. أنا عندي أدوات. أنا عندي بيت جديد بالكامل، كنت ههديه لبنتي. واو، ده كمان أفضل من القديم. أنا عايز أديك فلوس. أنا كمان عندي عروسة جديدة. أنا هختار عروسة بابا. دي وقاحة جدا. شكرا يا بابا. بابا أنا جعانة. هاي، أنا هتولى الموضوع ده. ألو، بيتزا؟ رائع. حبيبتي الغدا جاهز. ها؟ هي فين؟ إحنا هنخبز أفضل كرواسون في العالم. ووهو، ده سخيف. أوه، أوبس، لازم أمشي من هنا. نظف كل الفوضى دي دلوقتي حالا. حاضر يا حبيبتي. ايوه، انا بكره البيض الني. انا هجيب المناديل. المناديل خلصت، تقدر تستخدم الفيست بتاعك. اتفضل منديل يا بابا. شكرا يا حبيبتي. ايوه، ده مقرف. برافو يا حبيبي. ها، ده مش عادل. لذيذ. بون أبيتي. ليه مش بيحبوني؟ أنا بس عايز أسرة. أنا بكره الأب الشهم المثالي ده. هو ده اللي بسميه شغل حقيقي. أوه، عندي فكرة هايلة. أوه أوه. آه فعلا. شكرا يا حضرة الضابط. برافو يا حبيبتي. لو سمحتوا، الوش ده مريب. كل حاجة فيك مريبة.
أنا؟ لا، أكيد متلخبطة بيني وبين حد تاني. أنا ضابط حقيقي. أيوة يا حضرة الضابط، أنت مجرم، خطفت كاشير وأنت حلت شخصية موظف في دونات وورد، عشان كده أنت مقبوض عليك. إيديك، تعال معايا. لا اسكتي يا حبيبتي، كل حاجة هتكون كويسة. هو أنا هنا ليه؟ بسببي أنا. أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا زوج الأم. ده كان أنت، ده هيكون مسلي جدا. ده زرار العقاب، أختار إيه؟ أوه أيوة، سلايم. لا لا لا، لازم أغسل ده. ممكن شوية مية؟ مية؟ طيب لو عايز. اتفضل. شكرا، خليني أخد صورة. أوه مش طالعة حلوة. اطلع برا، لازم أخد صورة السجن. خليك ثابت، ابتسم، شكلك مش سعيد قوي. أهو دلوقتي شكلك سعيد، ده مش مضحك. أنت غلطان، كفاية. أوه الصور طلعت هايلة، أنا عملت شغل رائع. بابا اتفضل نليك. شكرا، شوف اللي جواه. أوه واو، يلا يا بابا انشره. بابا بابا أنا واثقة فيك. دخلتي إزاي؟ الباب كان مفتوح. يلا نجري يا حبيبتي، يلا نعمل في مقلب إحنا كمان أكتر. اصحى. أنا فين؟ آه الانتقام الحلو. خدي. أنا همسكك. أوه مش ده، أرجوك سامحني، هتدفع تمن اللي عملته يا حشرة. يو مقرف، أنا هستقيل. أنا مش هنسى اللي انتوا عملتوه. بابا أنا بحب ألعب معاك. انتوا متحالفين ضدي. حبيبي ما تقلقش، انت عندك بنت أكبر. مين هي؟ بابا أنا هنا. أوه لا مش عايز ألعب معاها، مستحيل دي فاشلة. أنا مش هذاكر تاني خلاص، هستخبى عشان ما يلاقونيش أبدا. أوه إيه المكان ده؟ في خطة أوضة سرية. جميل بيكاتشيو، دي صفقة منتهية، أنا هبني الأوضة السرية بتاعتي ورا الدولاب. يلا نبتدي فورا. طيب الأول محتاجة أحرك الدولاب قدام، هقيس المسافة، هحركه شوية دول، هفضي شوية مساحة للدولاب، هنقل كل الأساس. المساحة دي لازم تكون فاضية. خلاص كده ممكن أحرك الدولاب، تقيل قوي. أو صح، ممكن أخفف التقل. هدوء، أنا بطردك. طيب ودلوقتي؟ أوه عندي فكرة، الصابون السائل ممكن ينقذني. وي ده كان سلس جدا. أوبس بابا جاي، مش ممكن حد يشوف الدليل. ايه الدوشة دي؟ اوه جاك الجميل، انت ليه هنا؟ لازم احطك تاني في الدولاب. ايه؟ ليه في صابون سايل؟ اوتش، ايه اللي بيحصل؟ يا دولاب براحة شوية. يوه او لا، انا هدف سهل، لازم اخبي مدخل الأوضة السرية. الستائر هتكون مناسبة.
دلوقتي محدش هيلاقي المدخل. أوه سجادة، صح. أوه زلزال، لازم أشدها بقوة. أوه هو ده كان إيه؟ السجادة هتكون ليا. أهو السجادة طلعت أكبر مما توقعت. سهلة، دي بتدخل. مش هتدخل، في الاتجاه التاني. أوه أيوة نفعت، سجادة نعمة في أوضتي. القعدة على الأرض مش مريحة، هفكر في حاجة. أوه أيوة قوة الفار والحظ بتاعتي. انتوا هساعدوني، هعمل سجادة نعمة بيكو. أوه أيوة لطيفة. بابا هو انت نايم؟ أنا بس محتاجة 3 مخدات. 1 2 و 3 ايه؟ مين هنا؟ ازاي تتجرأ وتصحيني؟ واجهني راجل لراجل. كيا ايه ده؟ ده اللي فاضل من المخدة بتاعتي؟ بابا المحقق هيمشي ورا الأثر. أثر المخدة أخدني للمطبخ. فيو ما بقاش ورايا. ده مشوق. دولاب انت تاني، انا عايز المخدة بتاعتي. كل حاجة تمام، فين مخدتي؟ مش مهم، هعمل واحدة جديدة. انا عندي كيس مخدة وأدلة. مهمة صعبة انك تكون محقق. ها رائع، جميل جدا. شوية حشو كمان وخلص. فيو عملت مخدة ودلوقتي ممكن أنام. إيه؟ فين البطانية؟ حرامية، على الأقل سابولي التلفزيون. أخبار عاجلة، زادت عمليات السرقة على المنازل في المدينة. ده مثالي، مش عارفة أوصله. صح، أنا محتاجة سلة. فعلا ده جنون. طيب يلا نبدأ. الفشار خلص. كويس إن أنا عندي احتياطي. إيه؟ وراك. إيه؟ أنت سامعني؟ أنا مش فاهم. قريب جدا. وراك على طول. قربت خلص. مفيش فايدة، خليني أوريك. ها؟ لف وراك؟ ها، لعبة هايلة. هاي ما تعملش مشاهدين التلفزيون بتوعك وحش. ميجن حبيبتي كل سنة وانتي طيبة. حبيبي دي ميجن، كل سنة وانتي طيبة. اوبس، الزينة دي محتاجة حاجة. اطار صورة لطيف. الأول هلونه. دورك يا باستا. اللون واللزق اتعملوا. دي جميلة، ماما مش هتعرف حاجة. حبيبتي دي مش مشكلتك. هو قال ايه؟ فعلا؟ اوه ده جنون. استني. كنت عارفة، كذاب جدا. حبيبتي هناكل ايه على الغدا؟ شوربة مية؟ أعتقد إنها هعمل دايت. أوه تفاحة، شموع، مشروبات، وأجواء لطيفة. حبيبتي ده مثالي. مفاجأة مفاجأة. إيه؟ مين عمل الفوضى دي؟ ما كانش أنا. مين اللي هينظف؟ مفاجأة رائعة. استني دقيقة، أنا عرفت ده كله ليه؟ أتمنى أكون عرفت. دلوقتي بقى عندي ترابيزة وديكور. في حد في الدولاب. إيه؟ خلاص كده، أنا همشي. خليك على راحتك.
آها مسكتك. مفيش حاجة. إزاي مفيش حد؟ طيب الخطة بتاعتي فشلت. أوبس ده مش أنا، بيتي ده اتدمر. لا هعمل لك حياة جديدة يا حبيبي يا بيت العرايس. هنغير اللون للبينك وهستخدم البيت كرفوف لكل حاجاتي المفضلة. قهوة وكريم شانتيه وقرفة. مفاجأة زوجتي حبيبتي. هو ده كان ايه؟ بابا حافظ على تركيزك. انا مش محتاجة بيض لكن هاخد الكرتونة. سن ايه؟ صح انا نسيت الكيك. اوبس انتي استني. مقرف. اسفه يا بابا. أوش. انا والكرتونه بنهرب وبيساعدنا الدولاب. دلوقتي محتاجه اقطعها. يلا نلون ورد كرتونه البيض الجديد. هحطهم في خيط زينه. واو طلع هايل. قبلة الشيف. حديقة الورد بتاعتي. أنا عايش. مش معقول. فين البنت دي؟ ها؟ دينا تعالي دلوقتي حالك. بابا جاي. المطبخ بقى فوضى. مين اللي عمل كده؟ أنتي مستخبية هنا. أعمل إيه؟ هيلاقيني. ايه يا شباب من فضلكم اعملوا لايك عشان بابا ما يلاقينيش. انا بترجاكوا. نفع حبيبي. ها؟ عايزه اوريك حاجه. حالك انت سبت ايه على الارض؟ نضفه حالك. حاضر يا حبيبتي هنضفه دلوقتي. انا عايزه الارض تكون بتلمع. كلامي واضح؟ ده هيكون مفيد. يو مقرف. فين مناديل المطبخ؟ نظف. طيب اي حاجه علشانك. مناديل ملهاش لازمه. الرول لا هقطعه نصين والزق قاعده. كل اللي فاضل التلوين. ولا الرف بتاعي بقى جاهز. بيت للبط بتاعي. جميل. هاي ارقص يا بابا. انا هاخد الخيط ده. شكرا. انا هشده شويه كمان. عظيم عملت دريم كاتشر لطيف من سويتر بابا. ده هيحرس احلامي. حبيبي ايه اللي حصل للسويتر بتاعك؟ انت اندمجت بزياده. اوبس ما تبصوش. آخر حاجة لازم أعملها هي تثبيت اللوح. غلط. أوه أباجورة بازل رائعة. لازم تروح الأوضة بتاعتي. بعد كده هحط لوحة الإلهام. في حاجة غلط حصلت. ممكن ألبس إيه؟ أوه الجاكيت أفضل بكتير من السويتر المتخيط. إيه الأصوات دي؟ أنا هعرف. واو بابا. هاي يا حبيبتي مكان جميل. كويس ليكي. ايوه دي اوضتي السريه. حبيتها. ممكن اساعدك تحطي اللوحه دي. شكرا يا بابا. في نفس الوقت هعمل الواجب اللي بكرهه جدا. ايه الاصوات دي؟ حد في البيت؟ علقت لوحتك. انا خلصت الواجب بتاعي. اوه أنا بحب عيلتنا. يلا بينا يا حبيبتي لازم نقول لماما. اوفوا يا حرامية مش هتاخدوا حاجة. حبيبتي اهدي دول مش حرامية دي اوضتنا السرية.
طيب الواجب بتاعك؟ خلصت كل حاجة. خلينا نشوف. عملت إيه؟ مفيش أخطاء. برافو عليك يا حبيبتي، عملتي كله صح. في الحالة دي أنا بقول نبني بيوسرية أكتر. أنا عندي تصميم. أيوة عجبتني الفكرة، هنكون أغنية. لو سمحت يا فندم، إحنا عايزين نشتري البيت الصغير ده، إحنا بنحوش من سنة. الفكة دي مش هتشتري لكم حيطة واحدة، البيت تمنه 999 دولار. أوه ده موزايك، هختار لكم حاجة. اتفضلوا، عرايس لطيفة من سلة المهملات على قد فلوسكم. باي. إحنا كنا عايزين بيت، نعمل إيه بدول؟ أهلا. هاي. واو دول حقيقيين. يلا بينا، إحنا وصلنا. واو دول علشانكم، بيوت صغيرة مسكرة. واو البيوت لذيذة، رائع. هاها في أكتر. واو بسرعة افتحي ديتك، إيه رأيك فيه؟ على فكرة في جنيات بتساعدك، أنا كمان أقدر أعمل بيت جميل. واو بيت حقيقي، أنا هقطع كل الورق. لا أنا، هاتي الفيونكة. لا بيتك في انتظارك، ممكن تاخدي الفيونكة. واو عايزة تفكيه؟ أيوة. ولا يلا نرسم المكان ده. اي ليه مش عارفة أرسم بفرقعة صوابعي؟ لا 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 محتاجين فرشة ودهان. بصي لسه بيستخدموا الفرش للرسم، دي موضة قديمة قوي. فيو دول أشرار. أنا عارفة سر الدهان المثالي. التربة الفريش المتفتتة، لون مذهل أهو، ده هينفع. هاتي الخفاش، هايل. من المعروف إن أفضل طريقة تحريك الدهان هي استخدام أجنحة الخفافيش، أنا بعمل شغل هايل. اللون جاهز، لون لطيف. عروس البحر بتعمل إيه؟ هنحضر رول دهان أزرق أهو. واو ده سهل، هدهن البيت في أسرع وقت. شوفي دول هيخلصوا. أوه هساعدهم. حاجة صعبة لما ما يكونش عندك دهان. أوبس. هاي سيبيه، ارجعي بيتك وسيبينا لوحدنا، هنشغل الوضع السريع والغاضب، هنخلص البيت في لمح البصر. واو أنا حبيته. هما خلصوا؟ الفامباير شغالين. المنافسين هيخلوني أفلس، هيبيعوا بيوتهم مقابل 2000 دولار وياخدوا العملاء بتوعي، هضطر أخفض السعر. عرض بيت ب 499 دولار، يلا تعالوا. هضطر أخفض أكتر وبعد كده هتنازل أكتر. سيل ب 99 سنت بس، ده جنون. لا ده مش هيحصل، أنا لازم أتصرف، أنا ههزم المنافسين. أنت سيب المضرب، مش زي ما أنت فاكرة. لا واو ضربة حلوة. واو مش هيرجع قريب أبدا، أنا هرمي الأطباق. استني ممكن نرسمهم ونحولهم بلاط. أيوة فكرة كويسة، سقفنا رائع. ممكن كمان الكوباية دي تكون مفيدة، إحنا محتاجين اللون الأبيض. شكل فقاعة البحر للحيطة، إيه رأيك؟ واو هساعدك، طلع لطيف.
شوفي، لقيت كوباية. محتاجينها ليه؟ ايه؟ اوه أيوة، هايل. لون أسود أكتر. هايل، سقفنا جميل زي سقف الجيران. واو، بلاط الكوبايات ده ممتاز. لكن فين الباب؟ خلينا نرسمه بالبرجل. لا، مش شغال. صح، أنا عندي أسنان حادة. تمام، وبعدين هضربه. واو، الفضل يرجع لأنيابي جميلة. واو، ابتسمي، هاخد صورة. أوه، دي صورة لطبيب الأسنان. أكيد، دي فكرة عظيمة. ممكن تعرفي من بعيد جداً إن البيت ده بتاع الفامبايرز. أيوة، يا ربي، نعمل إيه؟ عندي فكرة. خدي بالك، جميل. وهنعمل الباب من إيه؟ دقيقة، هنصطاد واحد. أهو، قرشنا الأليف. ترى، إيه رأيك في مدخلنا الحاد؟ ده مذهل. قل يا قرش يا صغير. إيه؟ ما تأكليش سمكة القرش. على أي حال، ده مجرد باب. في عبوة ناسفة علشانكم. ديناميت! اتفضل، ده بتاعك؟ لا، دي هدية ليكي. هي يا شباب، من فضلكم اعملوا لايك عشان الديناميت يطفي. يلا، احنا خلاص قربنا. شكرا جدا. انت مكانك مش هنا. من فضلك ما تضربنيش. لا لا لا. أهلاً، عايزة تلعبي بالكرة؟ طبعاً. إزاز الملون الجميل، أهي جاية. أوبس، أوه لأ لأ، من دلوقتي ممنوع الكور. أنتي مش هتدمري بيتي يا قطعة المطاط. بصي، أوش، أوبسي. أوه، ده جميل جداً، ستايل جوثيك شيك. ارتاحي يا عروسة البحر، أنا هعمل كل حاجة. الشباك هيكون هنا، بعد كده هنشر. ممكن نحط السماعات على راس عروسة البحر. أهو، كل حاجة جاهزة، المقاس مظبوط جدا. تعالي هنا، شوفي ده. في إيه؟ معركة نودلز حمام السباحة. أوبس، أسفة يا عروسة البحر، ما كانش قصدي. كفاية لعب. إيه الفوضى دي؟ أنا هحتفظ بيهم. على فكرة، عندي حاجة ليكم. رائع، أنا حضرت لكم سناك. بيبي، على البيت حالا. وهاخد دول كمان. انتي بتعملي ايه؟ عايزه تساعديني؟ لوني العصيان دي باللون الاسود. خلاص، هايل. ايوه، خلينا نضيف الشموع للعواميد بتاعتنا. مذهل. السله هتكون هنا. محتاجين نقص كتير من الدوائر زي دول، هيتحولوا أعشاب بحرية ومرجان. ضيفي ده على الجنبين. واو، حاسة كأن بيتنا معمول من الأعشاب البحرية. ممكن نحول الطبق ده لشيء لطيف. تعال هنا يا فرس البحر. نحدد، نقص، ونلزق. هايل، فرس البحر رائع. صورة السلة مكانها هنا. هايل، انتي ذكية قوي. وللحيطان هتعيش عليها الخفافيش. ممتاز.
الحقوني، أنا محاصرة. استني هخرجك. أنت كويسة؟ شبكة غبية، مكانها سلة المهملات. استني، ممكن نستغلها. دلوقتي عندنا صور. الدليفري ده لمين؟ عن طريق فيريلاند، ونمر على ليدي باج مباشرة لبيت الفامباير. أعتقد إنه ليكو. اديني التابوت. أوه، عظام هايلة وعين. يا ربي، أهي الفلوس. مش مهم. هاها، حساس قوي. فين الراجل؟ ده الإكليل بتاعك. شكرا. طيب نرميهم هنا. واو، ده سور لطيف. العظم رائع. واو، في عظمة مفقودة. ساعدوني، فين عظمتي؟ انزلي. ده مخيف قوي. خلاص أنا مستعدة. دقيقة، عندنا سجادة حمراء. أوه ده رائع. تحت أمرك، أنا هتعامل مع الأنابيب. أوكي. هاي، في إيه هناك؟ بصي، العين مستديرة بشكل غريب. مقبض للباب مثالي. يا بنات تعالوا هنا، عايزين تكسبوا فلوس كتير؟ باعوا لي بيوتكم. إيه؟ دي فلوس مزيفة. استمر في الطيران، نتمنى لك رحلة آمنة. هاي حبيبتي، تعالي هنا، شوفي عملت إيه؟ الأنابيب عملت أرفف جميلة. حطي ديكور عليهم. فكرة كويسة. مصباح الجيلي فيش. واو، لوحة من متحف تحت المية. أهم ميزة في تصميمنا، رف مجوهرات شكل تابوت، شيك وغامق في المكان المناسب. واو، شوية من اللون الأحمر. هو ده المكان اللي حط فيه ترابيزتي العظم، شكلها شيك. جميلة جدا. دلوقتي خلينا نحكي قصص مخيفة. بيوتهم قربت تخلص. اوه، هاي يلا نعمل حفلة على حمام السباحة. اوه ايوه، عندي خطة افضل. يلا بينا، هنجهز حمام السباحة بتاعنا. مساء الخير يا جراني. مين ده؟ هاي مين ده؟ مش عارفة. احنا بنبني بيت جنبكم. هاي بيبي، عايزة تيجي؟ عايزة اروح حفلة على حمام السباحة. اوكي، ممكن نحقق ده. اختصي. انا ازاي جيت هنا؟ واو، هاي، مش عارفة اتنفس. اوبس، ما كنتش فاكرة كده. اهلا، تحبي تستريحي جنب حمام السباحة؟ ايوة، نقدر نبنيه هنا. هبدأ بالأساس. البنى صعب لما بيكون عندك ديل، لازم أتصرف في الموضوع ده. الإكسير السحري هيساعدني، هحط شوية بسيطة وبالشكل ده يتحول الديل لرجل. دلوقتي أقدر أكمل شغل. تمام، شغل جميل. ده إيه؟ في حاجات كتيرة مشوقة، حاجات تجميل، أجربها. نوصل الأجزاء. لا، ما تلعبيش بالميك اب بتاعي، انت شريرة، محتاجة مساعدتك. اوكي، امسكي الشنيور. شكرا. شايفة؟ الموضوع مش صعب. ايه ده؟ انا اتحولت لعروسة بحر. فين البنت؟ هاتي ده حالا وساعديني. اقصد انتي مش محتاجة الديل، ارجعي انسانة. نكمل حمام السباحة بالتأكيد. يلا بينا. مش فاهمة، كانت المفروض ترجع البيت من فترة. فين بنتي؟
لو سمحت، شفت البنت دي؟ ما شفتهاش. ازاي؟ ظابط، بدور على بنتي، ما رجعتش البيت من حمام السباحة. أنا ممكن أقدر أساعدك. أوتش، هنخلي أسفل حوض السباحة أقوى، هعمله بالدباسة. بو، طيب أنا هعلمك درس. ساعدوني. كيو، أنا تعبت. ضحكت عليكي. هلف من الناحية التانية. أنا بستسلم. هاها، أنا اللي فزت. المية اللي معايا خلصت، لكن معايا بيرفيو. ديلي رجع تاني. بالنسبة لك أنا همسكك. أوكي، ممكن تاخدي البرفيوم بتاعي. أنت ممتعة جدا، وأنت كمان. يلا نملى حوض السباحة بالمية. طبعا. المية راحت فين؟ في أي أخبار يا ظابط؟ مش سامع. لقيتها؟ لا. هنعمل إيه؟ هي، كان المفروض تقفلي الحنفية. أنت ما عملتش حاجة. عملت كل اللي أقدر عليه. الكراسي هنحطها في أحسن مكان. مشروبي المميز تحت المية. تحبي واحد؟ لا. مش مشكلة، مفيش مية، وأنا عايزة حمام سباحة مليان بالمية. أسفة، أعتقد إن السباحة مش هتكون متاحة لينا. ممكن دموعك تكفي تملاه؟ بنتي، أنتي فين؟ إزاي ألاقيكي؟ يا جماعة، اعملوا لايك وساعدوني ألاقي بنتي. سمعت حاجة. بيبي، ده أنتي. شكرا يا جماعة، ماما جاية. إيه المكان ده؟ حبيبتي. غريبة. امشي. خلاص. عملتي إيه؟ دي مامتي، أرجوكي رجعيها. أوبس، حاضر، دقيقة. بنتي، أسفة، ما كنتش عارفة. عرست البحر ممتنة للقائك. ده مشروبك، بس ده فاضي. هصلح ده حالا. نقطة من السحر والكوباية بتتملي تاني. يا ربي، أنا مهووسة بالمكان ده. بس حمام السباحة ماله؟ أنا عايزة مية. حمام السباحة حبيبتي، فين المشكلة؟ مفيش مية؟ أنا عارفة الحل. في حنفية الحريق هنا، كل اللي هعمله هفتح الحنفية. هي دي الحكاية. ازاي اهديها؟ عندي فكرة. ايه دي؟ ليلي مائية، شكلها جميل صح؟ جميلة قوي. هتساعديني في تزيين الحوض؟ رائع، حوضنا هيكون اجمل حوض بالتأكيد. المهمة تمت، لازم ارجع. افتحي الحنفية. بتنزل. هاي، مش بالسرعة دي. أنا عندي أفكار. هي بتخطط لإيه؟ ماما مليانة بالمفاجآت. بلاش تقفوا في طريقها، ده المفروض ينفع. دلوقتي ندهن. السلم خلص. هايل، الزحلية هتكون مفيدة. رائع. في حاجة ناقصة. عندي فكرة، إحنا محتاجين إضاءة. رائع يا ماما، أنا كمان عجبني. افتحي المية. بلاش، ليه لأ؟ أنا محتاجة ديل. واضح، دلوقتي أنا جاهزة. شغلي. مش فاهمة، فين المية؟ أنتي قاعدة على الخرطوم. دي غلطتي، ما كانش قصدي. أخيراً هنملى حمام السباحة بسرعة جدا. مفاجأة، هنعمل بيكنيك في حمام السباحة. فكرة حلوة. واو،
وحاجة مميزة، حمام سباحة باربي من البطيخ عشان تكون ليكي صديقة للعب. شكراً، ده مسلي قوي. استمتعي بوقتك، أنا هستريح هنا. ليه مامتك مش قاعدة معانا؟ لازم أفهم. هاي، تحبي تعومي معانا؟ مش النهاردة. ليه لأ؟ بصراحة أنا مش بعرف أعوم. مش مشكلة كبيرة، المية هتكون زي بيتك دلوقتي. عندي ديل، يا ربي، لازم أروح بسرعة. استمتعي بالسباحة، حاولي ما تطلعيش المية برة. آه، ده ممتع. ماما، بيبي، يلا نعوم مع بعض. أكيد. عروسة البحر، تعالي معانا. أنا ما استمتعتش كده من زمان. ده كان فعلا سحري، لكن للأسف لازم أرجع إنسانة. اللي تحبيه، شكرا على كل حاجة. البطة وصلت أخيرا. هما مش خصوم، هما أصدقاء. اللعبة مع بعض أجمل بكتير. لازم نعمل حفلة. حفلة هاواي. عندي فكرة، بابلز سحرية، ده كمان أحلى. يلا عم يا عروسة البحر، يلا نعمل منافسة. مين هيوصل خط النهاية الأول؟ أنا بقول نلعب فولي بول. ياهو، اعملي سيرف. آه سهلة، لازم نلعب كرة ريشة بدل ده. أيا كان، اضربيها. أنا هبدأ السيرف. ده مشوق. اهدوا، أنا بدور على المجرم ده. لقيتوه؟ لأ. طيب، ممكن آخد قطعة؟ أنا جعان جدا. أكيد طبعا، أقعد. حاسس إني في أجازة. الأفضل تلعبي بده، أنا همشي. باي باي. كيو، أنا محتاجة أرتاح شوية. أوه، حاجة رائعة، هجربها. واو، ودان هالو كيتي. ايه ده؟ لا، مش نيرد. اوفي، ساعدوني. مفيش حد هيساعدك. لا، مفاجأة، انت السجينة بتاعتي دلوقتي. خليكي هنا. انت يا عروسة يا مخيفة، انا هرميك. خليني أخرج. إزاي ممكن أخرج؟ عرفت، أنا هفتح القفل في بنسة الشعر بتاعتي. ده مش نافع. مش مشكلة، يا ترى ممكن أدخل من خلال القضبان؟ المقاسات بتقول إنه ما ينفعش. في طريقة واحدة للخروج. إيه ده؟ رسالة في إزازة. يا ترى إيه اللي جوه؟ دي ليست. ازاي تكوني عروسة بحر؟ في كتير اعمله، مش عارفة افهمها كويس. انا بحب الشعر المستوحى من عرايس البحر. انتي ايقونة الجمال، الكائن البحري الغالي بتاعي. تشاكي معجب بعرايس البحر، انا هعملك تاج. انتي هتكوني الملكة بتاعتي. لو بقيت عروسة بحر ممكن يخرجني من السجن. تشاكي، في ايه؟ أنا شعري زي عرايس البحر، ممكن تخرجني؟ مستحيل، بصي عليكي. ده رهيب. هو ده وشي؟ مش مصدقة. ممكن تساعدني؟ أرجوك. أول حاجة في الليستة هي البشرة المثالية، مش اختصاصي، لكن هجرب. أنا هاخدهم كلهم، السرقة هي هوايتي. أنا جبتلك شوية أدوات علشان بشرتك المثيرة للشفقة. شكراً جداً. نبتدي منين؟ شفاطة الحبوب. كله تمام. ده سحر جداً. أحط باتش على الحبوب.
أتمنى إنهم يختفوا بسرعة. الباتش تحت العين هيعالج الهالات السوداء اللي بسبب السهر عشان الامتحانات. هديهم وقت. حواجبي زي الغابة، لازم أقصها. أنا كويسة. أوه لطيفة قوي. وماسك للوش، مساج خفيف. بشرتي هتحبي جدا العناية دي. هاي بشرة مثالية، أول حاجة في الليست.